تقوم الثقافة الإسلامية على تعظيم كبير للمرجعية الدينية وتبخيس كبير للعقل وللعلم. الثقافة الإسلامية تبخس العلم، والله مهزلة. أقدم جامعة ما زالت تعمل بحسب اليونسكو هي جامعة القرويين التي أنشأها المسلمون في القرن الثالث الهجري 245 هجرية، أنشأتها فاطمة بنت محمد. أقدم مكتبة في العالم ما زالت موجودة، مكتبة إسلامية تعود للقرن التاسع الميلادي. لم ينتهي عصر الظلمات في أوروبا إلا في سنة 1453 ميلادية، العام الذي دخل فيه محمد الفاتح القسطنطينية. لم تعرف أوروبا العلم ولم تغادر عصر الظلمات إلا حين دخلها المسلمون. وجاي تقول لي عند المسلمين مشكلة مع العلم؟ والله هزلت على مدى 700 عام، 7 قرون كاملة كانت اللغة الدولية للعلوم في العالم هي اللغة العربية، وبغداد كانت مركز الثقافة والعلم والتجربة والمعمل والفيزياء والفلك. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، العلم في الإسلام قرين بالإيمان. كتب الرازي في الطب ظلت تدرس في كلية الطب في باريس 600 سنة، 6 قرون، وحتى الساعة تمثال الرازي في قلب كلية الطب في باريس. المسلمون استخدموا المصل الواقي ضد الجدري قبل اكتشافه في الغرب بألف سنة، وفي مكتبة الكونجرس المكتبة الأكبر في العالم، وفي سقف الصالة الرئيسية للمكتبة رسموا دوائر بتشير إلى مصادر تقدم الغرب، والإسلام هو الدين الوحيد المذكور في هذه الدوائر، والإسلام يختص بالعلوم، إسلام فيزيكس، بينما تختص بقية الدوائر بتقدم أدبي أو فني أو لغوي، والذي قامت به بلدان وليس الديانات. إيطاليا قدمت الفن، العصور الوسطى قدمت اللغة، روما قدمت الإدارة والحكم، اليونان قدمت الفلسفة. الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنتج حضارة، الحضارة الإسلامية، بينما بقية الديانات احتضنتها حضارات. هذا هو الإسلام. وجاي تقول لي الثقافة الإسلامية تبخس العلم؟ والله هزلت. لم يهن العلم ولم يبخس إلا على أيدي الملاحدة. الحملة الليسنكية ضد علماء الوراثة في الاتحاد السوفيتي السابق، أي عالم وراثة يدرس قوانين مندل للوراثة إعدام فورا من قبل الملاحدة، لأن قوانين مندل كانوا ينظرون إليها على أنها ضد نظرية التطور، لأنها تنفي فكرة توريث الصفات المكتسبة، وده بيمثل مشكلة بالنسبة لنظرية التطور. وفي 6 أغسطس عام 1940 تم إعدام أكبر عالم وراثة في العالم في ذلك الوقت، نيكولاي فافيلوف. تم اعتقال فافيلوف وتجويعه قسريا حتى الموت في سجن ساراتوف. الكلام ده جرى على أيدي الملاحدة، واللي أصدر قرار بإعدامه هو الملحد جوزيف ستالين. طبعا فافيلوف تم إطلاق اسمه على أحد الكويكبات المكتشفة حديثا تكريما له. هناك أكثر من 3000 عالم تم إعدامهم من قبل الملاحدة. علوم كثيرة تم تجريمها في الاتحاد السوفيتي السابق، وكبار علماء الأكاديميات العلمية تم إعدامهم.